متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم. حنا الآن تنتواجدوا بمنطقة دار السلطان بمدينة الدار البيضاء، منطقة دار السلطان واحدة من المناطق المشهورة على صعيد العاصمة الاقتصادية، وما يمكنش تجي لدار السلطان بلا ما تهضر على درب الكلوطي. أنفاس بريس جات لدرب الكلوطي باش تحاول تعرف أصل تسمية هذا الدرب هذا، وأهم الشخصيات اللي نجب هذا الحي هذا. سي الحلوي، علاش سمى درب الكلوطي بهذا الاسم؟ الكلوطي احنا سمعناه بان يهودي هو اللي سميتو كلوطي، سموه على سميتو هو وكران كلوطي بجوجهم. يعني هو اسم تاع يهودي مغربي؟ يهودي مغربي، سمى على درب الكلوطي. واش تقريبا العام اللي تبنى فيه درب الكلوطي؟ اش نقول لك، انا ما زلت هذيك الساعه تقريبا في العشرينات ولا فهمتيني، باش تبنى. هو واحد من الاحياء القديمه في درب السلطان؟ ايه هو اول هو كران كلوطي. كران كلوطي جوج، هادو جوج احياء قديم. تقريبا شنو هي العائلات اللي استقرات فيه ولا القبائل اللي استقرات فيه؟ مخلطين داك الشيء، مخلطين. كل واحد اللي كان منين جا فهمتي؟ كان اللي جا من دكالا، كان اللي جا من عبدا، كان اللي جا من شياطما، كان اللي سمو ولاو بحال الاخوان فهمتيني؟ ولاو كلشي مساجمين مع بعضياتهم ولاو اخوان. في الفترة الأخيرة تحول يعني الدرب الكلوطي، ما بقاش هذيك منطقة سكنية ولا منطقة تجارية كما لاحظنا. إيه هذاك كاع السكان ديال الدرب الكلوطي كلهم هاجروا، خرجوا شراوا برا واستقروا في دورهم، وهذا الحي ولا حي ديال التجارة فهمتيني؟ هادشي علاش؟ ما بقاوش الناس ديال الدرب الكلوطي كاع، القليل هما اللي بقاو. الدرب الكلوطي شنو الأحياء اللي مجاورة لي؟ كران كلوطي، درب البلدية، درب كبيرة، هو هنايا، هادو الحبوس هما اللي راه معروفين على الصعيد الوطني هذا، فهمتيني؟ راه كلهم مجاورين ديال درب كلوطي. هو جا في القلب تاع ديالو، هو في القلب ديالو تما، درب كلوطي البلدية، كران كلوطي، جا من درب كبير، جا الوسط هو، المعالم ديال درب كلوطي سينما الشاوية، هي الموجودة الآن أمامكم. كنا كنشوفوا فيها افلام، كنا كندخلوا ب 10 ريال فيها، وكان مرات اللي كندخلوا ثاني الصباح، وكان كندخلوا في النهار وبالليل. ياسر شنو نوعيه الافلام اللي كانت تدير سينما؟ افلام ديال الكوبوي، افلام ديال الهنود، افلام بزاف كنا كنتفرجوا فيها. الاخوان ديالي هنا في كانت العوينه المدوره اللي كان كيسقوا منها جميع السكان ديال درب كلوطي فهمتيني؟ هنا في كانت هنا وكنا كنلعبوا هنايا فهمتيني اخويا؟ يعني هنا في الواقع حنا الان كانت عوينه مدوره، كيشريو منا كاع السكان ديال درب كلوطي كلهم كيشريو. اش من فتره تقريبا؟ الخمسينات الستينات فهمتيني؟ تقريبا في الستينات، في الاخر ديال الستينات حيدات، ما بقاوش حيدوها. هاد الساحه هادي بكري كانوا كيبيعوا فيها الخبز، الناس كيبيعوا الخبز ديال كل نهار، كيبيعوا خبز فهمتيني؟ وهاد تجيو العيالات وتبيعوا الخبز، تبيعوا الخبز. وهاد السكن كان خلاه الاستعمار، كيسمى تيتانيك، تيقولوا له تيتانيك. علاش تيتانيك؟ هو كيسمى درب فندق البشير، كان هذا كان فندق بكري، كانوا كينعسوا فيه الناس اللي كيجيو سميتو فهمتي، كان فندق دابا سماو تيتانيك. هادي هي الرحبة الزرع اللي معروفة عندنا هنا في درب كلوطي، كيتقدم لنا الناس من المدن الصغرى كيجيو كيتقداو الزرع، جميع انواع ديال الحبوب موجوده هنايا. كانوا تيتقداو ماشي من الدار البيضاء، يعني حتى من المدن. المدن الصغرى ومدن المجاورة. شنو اهم شخصيات اللي دوز درب كلوطي؟ درب كلوطي فيه نجوم كبار لعبوا في الرجاء ولعبوا في الوداد ولعبوا، وكاين ممثلين وكاينين ناس لعبوا في المنتخب الوطني، ولعبوا في سباق الدراجات ديال تور دي ماروك فهمتيني، وفي تور دي فرانس. خويا هذه هي الدار ديال بينيني، اللاعب ديال فريق الرجاء البيضاوي. هنا فين طلع بنيني؟ الفترة لعب بنيني في الرجاء؟ فترة 1967 وقيلة، 67 68. الدار اخويا ديال بينا بادزي، اول رئيس ديال فريق الرجاء البيضاوي،
في 1956. يعني أول رئيس الرجاء البيضاوي. بما بزيز الجزائري هو، فهو عنده جنسية فرنسية. كانت يقطن في المنطقة تاع هذه الدار ديالو. خويا هذه الدار ديال المرحوم فيتشو رحمه الله. ماشي كرة القدم المغربية اللي عطى الكثير، عطى الكثير. وجاور بنين في الرجل. لا هو جاور بنين هو ولد خالته. كان معاه في الرجاء وكانوا أحسن كويرية اللي شفنا حنا كاع في الرجاء هما بنين وبيتشو كما كنتفرجوا فيهم حد ما صغار حنا تعلمنا كورة منهم هما تعلمنا الكورة. خويا هذا هو المنزل اللي زدت فيه أنا وخوتي وأنا في 1950. شحال كنتو في الأسرة تقريبا؟ حنا سبعة ديال الإخوان أخواتي. كنتي في نفس الزنقة اللي فيها بيتشو فيها بنيني؟ الزنقة درنا دار بيتشو راه هي اللي دار بنيني. شكرا. كيكون معنا خالو خال بنيني وخال بيتشو كان كيكون معنا في هاد الدار. هذه هي الدار ديال الطيب الصديقي. سكن في الخمسينات، في الخمسينات فين سكن هنا وكان خوتو زادوا هنايا. خويا هذه هي الدار ديال الحاجة الحمد لله. أول مغنية غنات مع السوق الوطني في دار الإذاعة الوطنية. وهذه دار شيشة رابح محمد اللي كيلعب في سويسرا، كان في الوداد. هذه هي دارهم ودازوا لعابة كما البهيجة، بيتشو، الوزاني، بنيني، بقنطار، بوزامبو، الوزاني، عميرات، شيشة، زيدو كاين هنا لعبوا في الوداد، وهادو تقريبا لعبوا فهمتيني بزاف ديال اللعابة اللي هما لعبوا فهمتيني. بالنسبة للمقاومين شكون تقريبا؟ المقاومين كان اسم محمد الزعيط الله يرحمه مسكين هو اللي كان، وكان ولد فاطمي اسم محمد هما اللي كانوا. صافي ديك اللوطي يعني تيغلبوا عليك الاسماء الرياضيه. بالنسبه للفنانين وهذه من غير الحاجه الحمدويه، الفنانين كان مصطفى الدسو كان حتى هو كان الزعري كان مطاع حتى هو كان فهمتيني. بزاف ديال الناس ما الذاكره ما بقاتش ليا. درب كلوطي حنا زياده وخلق في درب كلوطي حيس مارز نقطه 13. المهم درب كلوطي في الناس الله يعمرها دار، خرجوا الناس وزاره قوده لعابه الحمد لله، وباقي والدينا شي مات شي باقي الحمد لله كلشي مزيان. فخوره انك تبن الحمد لله اللهم لك الحمد. الناس اللي كانوا ساكنين في بيوتها في درب كلوطي وخرجوا بالديون الحمد لله. دربنا مزيان وجيراننا مزيانين الحمد لله. ما نتمنى نبقاو في دربنا تنموتوا في دربنا الحمد لله. قول ضرب كلوطي كيف قالت المرا ديالي، ضرب كلوطي في الناس اللي عمرها دار. كبرنا هنا في ضرب كلوطي في لعابه في قودات في محامين. صحابي لعبوا معايا كره ولاو محاميين ولاو كويريه. باقي ندير عندنا كويريه في ضرب كلوطي ونتمنوا نشوفوهم ان شاء الله حتى هما في التلفازه ان شاء الله، نشوفوا في الفرق الكبرى.